برحب بحضراتكم. اولا اننا ببوليسي جديده موجوده وبدعم من سياده الوزير اننا هنعمل جوه مجموعه من المؤتمرات والسيشنز والتجمعات زي التجمع اللي موجود النهارده اللي بشكر حضراتكم على الحضور فيه، اننا نناقش قضايا جوهريه. طالما كايرو اي سي تي ما كانش موجود في ابريل السنه دي وهيعقد في نهايه سبتمبر وبدايه اكتوبر، فبالتالي احنا يشرفنا جدا اننا نكون جزء من منظومه تتكلم مع موضوعات باهميه الموضوعات اللي هتناقش النهارده. والبدايه موجوده في حدث النهارده عن الكلاود كومبيوتينج، ويوم الاثنين القادم عندنا موضوع ايضا بالغ الاهميه وهو موضوع البرودباند. سريعا، الظروف الاقتصاديه والسياسيه في مصر قد تبدو غير مواتيه، ولكن في واقع الامر بنقول ان مع كل تحدي هناك فرصه، في اوبورتيونيتي موجوده في مصر. احنا كمصريين بنقول ان بلدنا مش الطبيعي انها تتراجع باي شكل من الاشكال، ولكن الطبيعي انها من خلال مجتمع زي الاي سي تي كوميونيتي اللي انا نفسي لمست على مدى 17 سنه من التعامل جواه، انه مجتمع قادر ان هو يواجه تحدياته، وهو الطبيعي جدا ان هو يكون القاطره التي تجذب كل الاستثمار وتجذب كل الشعب. ده كلام سمعته الحقيقه من الناس في الصناعه، وسمعته من الناس في النقل، وسمعته من الناس في الاستثمار، وكنت كل ما بروح عشان خاطر اعمل نوع من انواع التحقيقات في اي وزاره من الوزارات كانت كل الناس بتقول على نفسها هذا الكلام. لكن القطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما هوش قطاع بيقول الكلام ده وخلاص، ومش مقارنة مع ما يحدث في العالم، ولكن مقارنة نفسنا بنفسنا. القطاع ده صمد وبيصمد وبيستطيع يتعامل، واعتقد ان هو مش النهارده بقى بيتعافى، لا، هو النهارده فعلا بيشد نفسه وبيشد المجتمع للامام. طبعا بتمنى التوفيق للقائمين على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زي ما بتمنى التوفيق للقائمين على كل القطاعات في مصر ان هم يقدروا فعلا يخرجونا من الحالة اللي كلنا فيها. خلينا نقول كلنا كنا واقفين على الباب بره في الريسبشن وبنقول كلام معناه ان الناس قلقانة والناس خايفة. حق الناس انها تبقى قلقانة وحق الناس انها تبقى خايفة. بس حق مصر علينا اننا مع قلقنا وخوفنا اننا نحول ده الى حالة من حالات العمل. زي ما في 2011 كايرو اي سي تي كان مقرر له ان هو يعقد في فبراير 2011، ونظرا لظروف الثوره اصرينا، وكان اصرار شديد بالتعاون مع كل واحد في الكوميونتي. الشركات اللي في العاده كالعاده ما بتشاركش في كايرو اي سي تي شاركت في 2011 في مايو 2011. الوزاره والهيئات التابعه ليها كانت في منتهى الشجاعه انها تكون موجوده في مايو 2011، وما كانش مر على بداية الثورة أكتر من 4 شهور بالظبط، ورغم ذلك كان عندنا حدث ناجح جدا. مش المؤتمرات والمعارض هي اللي بتصنع الصناعة، لكن هي مراية للصناعة وقدرتها ورغبتها وإرادتها. فإذا كانت هذه الإرادة موجودة يبقى أعتقد إنها بالعمل تقدر تعمل ده. فالحدث اللي موجود النهاردة بالإضافة لوجود قوي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة معالي الوزير والقيادات في الوزارة، لكن الشركاء من الشركات العالمية النهاردة بيثبتوا أن إيمانهم وثقتهم في مصر لم تهتز ولن تهتز. وإحنا كمصريين بنقول إحنا على مستوى وعلى قدر الثقة، فبالتالي إن شاء الله هنحقق مع بعض الكثير. وأنا شخصياً متفائل بما سوف يحدث لهذا القطاع في خلال 2013 و2014. ربنا يعينكم ويوفقكم. يعني لا أبالغ إذا قلت أن مصر تعقد آمالها عليكم. وفقكم الله. شكراً
وإن شاء الله مؤتمر موفق النهارده.